أعلن مصرف البحرين المركزي عن إطلاق سلسلة من تحديات الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى المملكة تحت عنوان البحرين سوبر نوفا، حيث تقام هذه السلسلة من التحديات على المنصة الرقمية التابعة لمصرف البحرين المركزي في إطار استراتيجية التحول الرقمي. ومن خلال تحديات البحرين سوبر نوفا، سيطرح عدد من البنوك والمؤسسات المالية في البحرين تحديات حقيقية في السوق تهدف إلى إيجاد حلول تتعلق بتعزيز خدمة العملاء. ويستطيع المبتكرون وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة الولوج إلى منصة مستقلة لاختبارات واجهة برمجة التطبيقات المصرفية.